راح نستطلع آراء المواطنين حول ما يفضلون من أكلات سريعة أم أكلات عادية. ابقوا معنا. الأكلات السريعة البرجر والزنجر واللفة مع القاص. أنت شوف هاي ظاهرة سلبية أو إيجابية؟ لا إيجابية. مستعجل واحد متوازع على الماشي على المفاجأة راسل عنه. شو الأكلات السريعة الآن بدك تنتشر في الموصل كل العراق، أنت شوفها ظاهرة سلبية أو إيجابية؟ نعم هي ظاهرة إيجابية، لأن الفقير إذا كان مستعجل إذا كان عنده عمل إذا كان عنده شغل حتى يأكل عسر يمشي. أما الظاهرة اللي تريدها سلبية راح يقعد راح يظل قاعد راح يتأخر عن العمل مالته. فالعمل من يكون سريع الشخص اللي يريد يشتغل عمل عنده سريع فياكل. انت شو تفضل الاكلات العاديه الباتشا وغيرها؟ احنا كبار في السن ما تفيدنا الاكلات الدسمه، لان راس الدسعه الضغط او الجلطه الدماغيه، فهذا الدهن سيعمل في الجلطه ده. ولا هي الباتشا تفيد الشباب الصغار شباب الصغار هاي تفيدهم، اما الكبار السن لا يبتعد ويتحذر من هذه الأكلات. ولا الأكلة الفاتشة طيبة، كنا قبل 40 سنة نأكل هذا الأكل، هسه لا ما نقدر نأكل لأن الوضع تغير. لا هسه الوضع حين تغير يعني زحمة تأكل لك أكلات خفيفة وتمشي، خاصة إحنا كبار السن. أما هسه الشباب يقدر كل شيء يأكل، بس إحنا لا. الدليفري انت بهذا العمر انت شلون؟ نعم صحيح احنا لحقنا على الاخير بالاونه الاخيره قلنا نشوف القصد انهم اللي موجود بالمطعم مثل ما يجيك بالدليفري لا يختلف، هذا يجيك حاضر الا البيت وقاعد بالمطعم، ما راح يجيب لك مقبلات راح تقعد تاكل على راحتك، بس الدليفري راح يطلع على المطار ويجي يوصله الى البيت. فهذا هم يعني شيء اذا كان واحد عنده عازم جماعه او قاعدين بداخل البيت او هذا يعزمه على دليفري فيفلس يخبر فيجي اكلات سريعه. تفضل اكلات سريعه لو الاكلات العاديه؟ يعني عادي شلون اكلات يعني الشوي انا افضلها مشويات تمن المرق وغيرها المشويات يعني تمن المرق بس واحد اكو يعني مرق. انت شو تفضل انت مشويات يعني الاكلات العاديه ولا الاكلات السريعه؟ السريعه انا ما احبها بس اكلاتي عاديه وعلى كل يعني لفه على الماشي لا ما احبها السبب يعني هي عادات وتقاليد احنا لها علاقه بالعادات والتقاليد هي ما شفت هي لا هي احنا متعودين هالشكل يعني العدل وكلها بهارات وما اعرف شنو هذه هاي الشغله يعني مطبخ صحيه مو اكثر صحيه اي نعم هاي الفلافل اللحم العجين هذا على السريع عندك اذا على شويه زينين فاشا اكو مثل هذا ابو جلال يعني فاشته مضبوطه. انت من جمهور الاكلات العاديه ولا الاكلات السريعه؟ والله العاديه لا والله العادي الغير ولا شيء بين بطل العراق يعني 73 و74 بطل العراق الرياضي جنابك ايه. رباع وكمال السام. زين بما انك رياضي شوف الاكلات السريعه الاكلات السريعه على صحه الانسان يعني والله هاي الفلافل يعني بيابوها المصريين احنا ما نستعملها لا كنا قبل ما نستعملها لا دفع عندك قاص تشريب باتشا هاي خليك تظل قوي اما هاي مال واحد على السريع ما عنده ياخذ لفات ما عنده ايش يعمل فقير يعني اما الاكل المضبوط يعني كباب كان قبل ناكل هاي تاكل الكباب راس مالقوزي كامل ب80 فلس المشكلة العالم مضر عنده يدورون فلافل يدورون غير شنو سريعة اما الجديد يعني مثل نحن كنا قبل يعني رخيص الاكل مالنا رخيص يعني اتلك شاتان فلافل بلوز يعني ما ب 500 يبيعوها 500 يعني شات تاكل تشبع بربع دينار في الاكلات اللي انتشرت الزنجر انت تشوف هاي الظاهره سلبيه او ايجابيه ما الاكلات السريعه؟ الاكلات السريعه زينه الموظف تفيده اللي عنده دوام يقول لك انا مكان ما اطبخ وهذه اروح قبل اخبر على الدبري يجيبوا لي سفري واكلوها اكو موظفين بالبيت حرمه ورجال بس باقي المواطنين لا ما يدورون هاي الشغله يدورون مال البيت ولا كل جمعه يجي ياكل باب جديد هنا زين قالوا انت من جمهور الاكلات السريعه ولا الاكلات العاديه؟ لا والله الاكلات العاديه يعني مال البيت يعني ما تفضل الاكلات السريعه؟ اكلات السريعه لا جت لعب اوقات لها اوقات صح لو مو صح لها اوقات مثلا ما مسوين اكل بالبيت او شيء نقدر ندز على
سفري ونجيب وناكل. بدك تتجه الاكلات السريعه اكثر من الاكلات العاديه عن قبل؟ يعني ناس اكو ناس تفضل لفات، اكو ناس تفضل التمن ومرات شاريب. ايه الاكلات السريعه اشوفها طغت على الاكلات العاديه بالمطاعم وبالاسواق. ايه الاكلات السريعه ايه اشوفها ظاهره سلبيه لو ايجابيه؟ ايه والله ايش اقول لك، يعني العالم تجت الساكه حاليا على الاكلات السريعه زي الشيء. سبب؟ والله اشون شيء يعني صار فيها شغلات جديده، يعني اكلات جديده. ايه يعني تشكيله مالها اختلفت ايه عن قبل. صبر المواطن المختلف. ايه الصبر صح. ايه يعني هسه مرات يجينا واحد يقول لي لفه فلافل على السريع، اما طلفه فلافل على السريع مشيته يقول لي بالله وسطني سوق، يقعد يبكي نص ساعه ياكل هنا. يعني الناس تلتجئ الاكلات السريعه يعني قله صبرها يعني؟ ايه ايه قله صبرها. يعني ما تنتظر الباكيه وما تنتظر لا لا ما شرط. ايه بس عندك تروح الباب جسر، ناس تفضل مثل ما يقول التشريب القص، ناس تفضل الباكيه، ناس تفضل اللفات، ناس تفضل كل واحد يعني حسب رغبته.